ماشي جمالية العقار فقط، وإنما لومبلاسمون تاعو اللي راح يدخلنا مردود مادي جد جد محترم. حبيتوا تعرفوا العقار تاع اليوم اللي جابه لكم الوكيل الإيموبيلي؟ شوفوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا، احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تسنوا في جديد. الوكيل ليكيب اليوم عقار تجاري 100% ليكيب. يلا روحوا نكتشفوا العقار تاعنا، ولكن قبل ذلك ما تنساوش تابوني في كامل صفحتنا على التواصل الاجتماعي هكذا باش دائما يوصلكم جديدنا. واليوم رانا في ولايه البويره، ليكيب رانا في قلب ولايه البويره، ورانا في اكزاكت في منطقه النشاطات الطريق الوطني رقم 5 بلديه ودائره وولايه البويره. ليكيب جبنا لكم عقار فيلا ار بلس 1 بعقد ملكيه ودفتر عقاري في منطقه جد تجاريه بمساحه تاع 748 متر مربع، كل حاجه متوفره قدامنا ليكيب، وزيد فيها محلات تجاريه راهم اوبيراسيونيل ليكيب، وين تقدر تكون عندك فونت كوميرس. روحوا نكتشفوا العقار تاعنا اللي راهو مهم جدا، سورتو ليكم نتوما اللي حابين تستثمروا اموالكم في عقارات اللي احد تعود عليكم بمردود مادي. ليكيب هاوليك العقار تاعنا فيلا ار بلس 1 بعقد ملكيه ودفتر عقاري، عندها زوج واجهات على الطريق الرئيسي يعني تجاريه بامتياز، والواجهه الكبيره اللي فيها 24 متر ليكيب، قلنا المساحه 748 متر مربع، المبني منها 500 متر مربع ليكيب. رانا في منطقه جد تجاريه، المنطقه هذه معروفه اي اصلا يعيطوا لها منطقه النشاطات، لما لها من نشاطات تجاريه معروفه في هذه المنطقه. شوفوا شحال عندك اللي تسع في الخارج تاع العقار تاعك، وهوليك العقار تاعنا اير بلس 1 بكامل الوثائق اللازمه، اكتشفوه مع بعض مع الوكيل ايموبيلي ليكيب. نقول لكم باللي العقار تاعنا راهم ديجا فيه حوانت مكريين، سورتو الحوانت هادو يوالمو بزاف الجانب الخدماتي، يعني راح تكون محلات ذات طابع خدماتي، ميكانيسيان لافاش، ولا اللي يبيع زيوت، اللي يبيع زيوت المحركات، ايضا اللي يخدم الحاجات اللي عندهم علاقه بالسيارات وعالم السيارات، يعني نشاط تجاري ربحي، وعلى بالكم بلي هذا النشاط ما يحبش، يعني نشيط جدا فيه مدخولات ماديه. هاي ليك المدخل تاعنا، لما ندخلوا للفيلا تاعنا عندك هذا ليسباس اللي راهو تقريبا قاعده جميله للعائله وسط الدار، كاين ايضا حديقه اللي رانا نشوفوا الدليه تاع العنب بالاشجار المثمره، كلهم راهم كاينين متوفرين في المدخل الرئيسي تاع الفيلا تاعنا كيما نشوفوا ليكيب. يعني مساحه كبيره 748 متر مربع، مبني منها 500 متر مربع. واش راح نلقاو في الريتشورتي؟ راح نلقاو جنينه، نلقاو هذا وسط الدار هذا المدخل، ونلقاو ايضا كراج وثمانيه محلات، ثمانيه محلات زائد مكتب وزائد غرفه. نروحو نطلعو للبريمير ايطاج ليكيب، وين راح نلقاو ثلاثه صالونات، خمس غرف، زوج حمامات، زوج مراحيض وفيروندا ليكيب، زائد مطبخ وتيراس. نروحو نشوفو العقار تاعنا اللي راه مخدوم طري بيان، كل حاجه متوفره فيه وقريب الكامل لكوموديتي، هذا هو الاهم. انا نشوفو لي رادياتور شوفاج سنترال كاين في العقار تاعنا، لا شوديار، يعني حتى شوفوا الخدمه كيفاش مخدوم العقار تاعنا، الكولوار ما شاء الله ليكيب. هاوليك الصالون الاول، عندك ثلاث صالونات ليكيب، يعني عقار كبير، رانا نهضروا على الصالونات، خمس غرف، ايضا زوج حمامات، زوج مراحيض، هاهم لي صالون تاعنا، وعندنا ايضا مطبخ وفيروندا زائد تيراس، يعني ما شاء الله عقار ولا اروع هنا في منطقة النشاطات الطريق الوطني رقم 5. هوليك المطبخ تاعنا ليكيب، شوفوا شحال كبير، شوفوا شحال مخدوم بشكل جيد، مساحة تخزين فيه كبيرة ما شاء الله، وهنا عندك استقبال يطل مباشرة على التيراس، ولا نقدر نسميوه فيروندا. هذا ايضا الصالون الثالث ليكيب، يعني ما شاء الله غرفة، هذه غرفة من بين الغرف فيها بالكون كما نشوفوا ليكيب، عندك بالكون وإطلالة جميلة على المنطقة اللي رانا فيها، شوفوا هذيك الإطلالة المميزة في العقار تاعنا.
هذه دوزيام شامبر ليكيب، يعني ما شاء الله عقار يستحق الاهتمام، يستحق زيارة. سولتو نتوما اللي راكم تحوسوا على عقارات تسكنوا فيهم ومن طون يدخلوا لكم دراهم. هذه ايضا غرفة اخرى فيها فصادة واحدة اخرى ليكيب عقار ما شاء الله، الخدمة تاعو طري طري بيان ليكيب، مساحة كبيرة مشروح، جاي في بلاصة جد جد مهمة. وهاي ليك لا تيراس تاعنا ليكيب، يعني تيراس كبيرة بحر الله يبارك، كيما نشوفوا اسباسيو الله يبارك ما شاء الله، تقدر دير فيه بزاف امور يعني. ومقابل ايضا هذا الاخضرار، وعنده اطلالة مميزة خاصة انه الشمس تشيك من جميع النواحي، وكاين كوروندار كبيرة. رانا في قلب البويرة ليكيب، ايضا مطبخ اخر هاوليك، يعني عقار ولا اروع ما شاء الله. كما نشوفو عندك اخضرار هنا مساميك في العقار تاعنا، ومن طون رانا في وسط البويرة، يعني منطقة تجارية ونشاطات كبيرة، وين تقدر تكون هذا الفيلا كومبلي مهيئة باش تكون فندق، تقدر ايضا تكون مدرسة خاصة، قاعة حفلات، شاوروم، لانه لومبلاسمون تاعها تجاري بامتياز. كما يقدروا المحلات يكونوا كما قلنا ذات طابع خدماتي، ميكانيسيان، طولي، محل لبيع زيوت محركات، ايضا لبيع لواحق المحركات ولا لواحق سيارات لزاكسيسواريتو، ايضا يعني انا قريب الكامل لكوموديتي. المنطقة هذه معروفة بالحركة تاعها، بالحيوية، داير شوفوا المسجد مقابلنا، ايضا المؤسسات التربوية والمؤسسات الادارية كاملة مقدمنا. رانا في عاصمة الولاية، يعني بلدية البويرة، دائرة البويرة، ولاية الجزائر العاصمة ليكيب. الفيلا تاعنا ال بلس 1 بعرض ملكية ودفتر عقاري، بمساحة 748 متر مربع، المبنية 500 متر مربع ليكيب، وسط المدينة، فيها الغاز والماء والتيسيتي، والثمن تاعها 20 مليار، قابل للتفاوض ليكيب. ماش تصيبوا هذا البري في حتى عقار اخر، سورتو كي تعرفوا انه العقار يجيب لكم دراهم. يلا تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف، واستناونا في الفيديو القادم، راح يعجبكم بزاف. سلام.